du Cameroun, Wangfong Jacou Elizao, du Cameroun, Niyo Moulio Serge Alain, du Tchad, Naham Solken Akofa, et du Cameroun, Ngoka Monique Sandrine, du... Mr. Hamdi, ayez un nom. Fadal. Sida Al-Amri. الإعلاميين ما شاء الله عليهم كانوا في المستوى الكبير. وأختم بالشكر ولاية جهات سوسمسة الورد. السلام عليكم، إلى جهة مصطفى الإدريسي الرئيس التعاوني التعاوني تم لتزر زيت شارك عمسة المعرض زوار اللي تنظم جهة سوس مشكورة ينتظم اللي صراحة تفوق بزاف عمسة المعارض اللي تزرى مدينة وكادير اللي غنشارك نكوني نعرض قيس المنتوجات التعاونية أملو زيتارغان تمانت بعض المشتقات يظني سميتو المنتوجات النحل زود العكبار زود حبوب اللقاح غذاء الملكات صراحة المشاركة الحمد لله تفوكي والسنة اللي كلو الزريغي كانوا السنة اللي غيستعماني تسان قيس العلامة التجارية التعاونية نسان قيس ميدن الجهة اللي صراحة لي سبيين ينسير فما سنت مزير فما سنت تنظيم لي فولكين صراحة وشي التعاونية يسفرحت نماد بزاف انتيني تنميرتي كله ما ديقانا فوسنس اللي غي سنجح الدورة اللي زوار نتمنى ان شاء الله قيس يقولنا ما سنت دورة تنجح نيزو ضيكا السرب حبي حتى القناة النف تي في شكرا لكم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. المتكلم هنا الشاعر حسن عمال ولد يحظي ولد محمد مولود ممثل تعاونية الأمل السعيد للزي الصحراوي التقليدي من جهة الداخلة وهذه ذهب. احنا اليوم في ذر معرض البهيج اللي منظمته الجهة وجم اللي تبارك الله في الواجهة ومولي بمشاركة مع أسرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة لوزارة الصناعة والسياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحنا مولي جينا هون فرحانين بهذا التظاهرة نحيي كل الناس الجهة اللي مساهمين بمجهوداتهم الجبارة بتحقيق النسخة الأولى للأسواق المتنقلة لجهة سوس ماسة فهذا فخر مولي لكافة الجهات جهات المملكة الأحد عشر وهذه مولي اليوم تحفنا ب يعني بمشاركة معظم العارضين من شتى المدن المغربية اللي تبارك الله جاوب مجهوداتهم وبمهاراتهم وإبداعاتهم في تحقيق هذه النسخة الأولى للأسواق المتنقلة لجهة سوس ماسة وهذا الشاعر الحسن عمان يحييكم بمقتطف صغير من الجزء